عشان كده احنا عايزين نعرف يعني ايه خطورة المرض ده، ازاي مصر بتقاومه عشان تحافظ على جودة محصول البطاطس المهم جدا. معنا الدكتورة نجلاء بلابل، مديرة مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس. يا دكتورة نجلاء تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين والمستمعين. اهلا وسهلا. ناس كتيرة بتستغرب، هو فعلا العفن البني في البطاطس ده محتاج كل المجهود ده، او محتاج كل الاهتمام ده، ان احنا يبقى فيه مركز ويبقى فيه خطوات ويبقى فيه كل الاجراءات اللي احنا بنتابعها دي، ايه خطورته الحقيقه؟ طبعا هو البطاطس يعني دي اهميه كبيره، والمرض كمان دي اهميه كبيره، عشان كده بقى فيه مكان متخصص اسمه مشروع العفن البني للبطاطس، ويعتبر المكان ده هو المكان الوحيد في الجمهوريه ويمكن البلاد العربيه اللي بيقوم بهذا التخصص، اللي هو فحص البطاطس انها تتاكد من عفن، انها خاليه من عفن بني. لو اتكلمت عن البطاطس طبعا زي ما سيادتك قلتي ان البطاطس طبعا دي سلعه الناس كلها بتحبها، سلعه محبوبه جدا للشعب بتاعنا، ومش على فكره مش بس للمصريين، ده كل دول العالم بتحب البطاطس. طبعا البطاطس دي حضرتك هتلاقيها وجبة أساسية على مائدة كل واحد في أي عالم، في أي منطقة من العالم، سواء الدول الأجنبية الأوروبية روسيا الدول العربية الدول الإفريقية. محصول البطاطس مهم جدا في مصر لأنه يعتبر المحصول رقم 2 في المحاصيل التصديرية، يعني أول محصول في أول محصول تصديري بيبقى الموالح، ثاني محصول البطاطس، وبالتالي بيدخل دخل كبير وعملة صعبة في العملية التصديرية. طيب ده البطاطس. طب لو اتكلمنا عن المرض، المرض مهم جدا لانه عفن البني من الامراض الحجريه. يعني ايه؟ يعني مش هتقدري تصدري ولا حبايه بطاطس لو في عفن بني. ده بعكس الامراض الاخرى، يعني في بعض الامراض الاخرى بيبقى مصرح ان بيكون فيها نسبه معينه. طبعا دي بتحددها تشريعات الصحه النباتيه لكل دوله. لكن العفن البني كل الدول والعالم كله متفق ان احنا عشان نصدر، عشان يتم تصدير بطاطس لازم تكون خاليه من العفن البني من هذا المرض. مش بس السلع، مش بس البطاطس اللي بتتصدر، لا ده البطاطس اللي بيتم استيرادها كتقاوي. يعني انت حضرتك عشان كمان تستوردي تقاوي لازم تكون خاليه من مرض العفن البني والعفن الحلقي. وده الخطوره اللي بتكمن في مرض. هو لا قدر الله لو العفن موجود مثلا في ثمره معينه من البطاطس وظلت يعني موجوده، ومثلا المواطن اكلها، ايه خطورته؟ هو مش خطير، يعني مش خطير على صحه الانسان، لكن هو خطير على النبات، لانه طبعا بيؤدي الى تدهور سريع في المحصول وبيقلل الانتاجيه، واهم حاجه ان بيمنعك من التصدير لو انت بتصدري، او ان انت لو بتستوردي بطاطس مش هتاخدي بطاطس فيها عفن بني. فدي الخطوره بتاعته. العفن البني من يعني بيبقى فيه نوعين من الاصابه، لو اصابه ظاهريه يعني انت شايفاها رؤيه عينك طبعا انت هتشيل الجزء المصاب. الاصابه الكامله بتبقى البطاطس فيها المرض لكن احنا مش شايفينه، ودي بتبقى يعني حضرتك اخطر. طبعا هي اخطر لان انت مش شايفه، بس هو على الصحه العامه او صحه الانسان يعني ما فيش ابحاث اهتمت او اتكلمت على تاثير المرض ده على صحه الانسان. لكن زي ما قلت الخطوره بتكمن انها طبعا ده مرض حجري ممنوع ان هو يتواجد باي نسبه، مش هتقدري تصدري او تستوردي بطاطس فيها عفن بني. صحيح. لو موجود لان هو في الاصل ان هو بنقول سويل بورن ديزيز، يعني هو من الامراض اللي بتتواجد في التربه، وبالتالي لو عندك جرانات مصابه وانت زرعتيها فبيؤدي ان التربه دي بيبقى فيها اصابه للصخره، والمكافحه بتاعته مش هنقول فيها شيء من الصعوبه، لكن طبعا بتحتاج لسنوات علشان تقدري تخلصي التخلص، لان طبعا التربه هتتصاب، يبقى عندك حشائش هيبقى فيها مشكله، الميه هيبقى فيها مشكله، المحصول فيه مشكله، ودوره لا تنتهي بتؤدي في النهايه ان انت بتختاري المحصول بتاعك ومش اكيد سواء فيه. كان في الجوده او كمان في التصدير يعني والثمره نفسها. تمام، الجوده هتقل، الانتاجيه هتقل، مش هتقدري تصدري، مش هتستوردي بطاطس فيها اصابه. دكتورة نجلاء بلابل، مديرة مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، أنا بشكرك شكرا جزيلا على توضيح الحقيقة الخاصة بأهمية هذا المحصول بشكل كبير، سواء كان لمصر أو كمان لتصديره لبره.